بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. احنا بقالنا فتره بندرس الاسفار التاريخيه، وانا مش هراجع طبعا بقى اللي احنا درسناه، يعني دكتور رؤوف راجع لنا الفتره اللي فاتت دي اللي احنا خدناها تقريبا من اول صمويل الاول. انا بس عايزه يعني في دقيقتين كده بسرعه عايزه اعرف احنا فين تاني في العهد القديم، من اول ما ابتدينا ندرس الاسفار او من بدايه سفر التكوين لغايه اللحظه دي اللي احنا هنتكلم فيها النهارده اللي هو سفر الملوك الثاني. فبسرعه كده نقدر اصلا نقسم تاريخ العهد القديم لست مراحل رئيسيه، هو عباره عن ست مراحل رئيسيه تاريخ العهد القديم. احنا في المرحله الخامسه من التاريخ، احنا لسه في يعتبر منتصف اسفار العهد القديم، في مجموعه اسفار انبياء كتير هتيجي بعد الاسفار التاريخيه ولسه كمان اسفار الحكميه، لكن دي تعتبر متوزعه على اسفار التاريخ على قصه العهد القديم. لكن لو اتكلمنا عن القصه هي عباره عن ست مراحل رئيسيه، دي ست مراحل في تاريخ العهد القديم. مرحلتين منهم موجودين في سفر التكوين اللي هي مرحله الخليقه ادم وحواء والسقوط وقايين وهابيل وانتشار الشر، الطوفان، برج بابل، دي كده اول مرحله في سفر التكوين اللي هي الخليقه. تاني مرحله عصر الاباء اللي بيغطيه برضو سفر التكوين كله، ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف ودخول عيله يعقوب لارض مصر. يبقى كده دي اول مرحلتين في تاريخ العهد القديم، سفر التكوين بيغطي منهم مرحلتين من المراحل الستة لتاريخ العهد القديم. تيجي بعد كده مرحلة الخروج اللي بتاخد بقية أسفار التوراة، خروج لاويين عدد تثنية، دي مرحلة الخروج. تاني مرحلة، تالت مرحلة في مراحل العهد القديم في تاريخ العهد القديم. وبعد كده يجي قائد اللي هو يشوع ويدخل بالشعب الأرض بعد الخروج، بيدخل بالشعب الارض وتتقسم الارض عليهم، وبعدين يخشوا في عصر القضاء، ده كده رابع مرحله في العهد القديم. بعد كده يطلب الشعب ملك زي ما قال لنا دكتور رؤوف، ويبتدي عصر المملكه اللي هي دي المرحله الخامسه في تاريخ العهد القديم، بالجزئين بتوعها، المملكه الموحده والمملكه المنقسمه. المملكه الموحده لما كان ملك واحد الاول اللي هم الثلاث ملوك شاول داوود سليمان، وبعد كده لما انقسمت المملكه، كل ده عصر المملكه. سادس مرحله في العهد القديم واللي هي تقريبا هتبقى تبتدي من نهايه المحاضره بتاعت النهارده، اللي هي مرحله عصر الامم اللي هي بقى حصل سبي لمملكه الشمال، مملكه اسرائيل ومملكه الجنوب. الاول مملكه اشور بتظهر في التاريخ، وبعدين مملكه بابل، وبعدين فارس ومادي واليونان والرومان. فعصر الامم ده كله ده سادس مرحله في تاريخ العهد القديم. موجود فين في الكتاب المقدس؟ موجود بدايه من السفر اللي احنا بندرسه النهارده اللي هو الملوك الثاني، بتظهر اشور وبعدين بتظهر بعدها بابل وتسيطر، ادي مملكتين. وبعد كده بقيه الممالك بيظهروا في اسفار اللي هي العوده من السبي بقى، اللي هي مثلا عزرا، نحميا، استير، وتظهر في اسفار الانبياء زي دانيال، وتظهر كمان في اسفار المكابين اول وثاني. فتبان بقى عصر الامم اللي حصل ايه لغايه نهايه العهد القديم، ده كده عصر الامم. يبقى دول ست مراحل العهد القديم، احنا في المرحله الخامسه. المره اللي فاتت اخذنا مقدمه سفر الملوك الاول. حد فاكر كده كان مراد كلمنا المره اللي فاتت مين كاتب سفري الملوك اللي هم كانوا في الاول زي ما احنا عارفين كانوا سفر واحد، يعني هم في الكتب اليهوديه هم سفر واحد، الملوك اول وثاني سفر واحد. فحد عنده فاكر كده كنا قلنا المره اللي فاتت مين كتبهم؟ ارميا، بالظبط ارميا النبي. هو ده المرجح، يعني هو مش مكتوب بالظبط مين اللي كتب السفرين، بس من دراسه السفرين بيبان ان تقريبا ارميا النبي ده اكتر ترجيح ان هو اللي كتب الاسفار دي، لانه دايما في كلمه كده كانت بتتكرر في السفر الى هذا اليوم، وبحسابات كده الى هذا اليوم ده تقريبا كان وقت ارميا، وقت ما كان ارميا بيحذر من السبي ووقت السبي بتاع يهوذا. فبالتالي تقريبا السفرين دول اتكتبوا في الوقت ده، يبقى هو اللي كتبهم. وزي ما قال برضو مراد المره اللي فاتت ان مجموعه احداث كتيره من اسفار الملوك بتتعاد تاني في اخبار، في اخبار ايام اول وتاني، ولكن بوجهه النظر مختلفه. انا بعيد النقطتين دول مهمين واحنا بندرس دايما الاسفار، انه اسفار الملوك الاول والتاني وجهه نظرهم في الكتابه، ارميا لما كتبهم كان عمال بيحكي لهم من الاول ايه سبب دايما الانحدار، الخطيه والشر هي سبب الانحدار، هي سبب ان ربنا يسيبنا، وسبب ان اعدائنا يتسلطوا علينا، وهي سبب السبي اللي احنا هنروح فيه دلوقتي.
فده كان تحذيري، كان ده وجهة نظر أرمية في كتابته للأسفار. لكن لما أخبار الأيام اتكتب بعد العودة من السبي، كان عايز يفكر للراجعين من السبي بأن إحنا لينا مجد، وإن إحنا لينا تاريخ، وإن إحنا كان لينا علاقة قوية بربنا، وكان عندنا هيكل، وكان عندنا عبادة، ونقدر نرجع نعمل ده تاني. فتركيزه على الرجاء، تركيزه على الأحداث المشرقة في التاريخ. يعني هو ما ركزش على الحاجات اللي فيها شر كتير، هو حكى الأحداث باختصار وركز على الحاجات اللي فيها رجاء أكتر في أخبار الأيام. فده فرق. العصر اللي بتغطيه السفرين، سفر الملوك الأول والثاني، بداية من ملك سليمان، ده كانت بداية الملوك الأول اللي خدناه المرة اللي فاتت، اللي هو بسفر الملوك الأول يبتدي بملك سليمان، وبعدين راح بعام ابنه، وبعدين انقسام المملكة، وبعدين يكمل يقعد يحكي ما بين ملوك الشمال ان هم مملكة اسرائيل وملوك الجنوب، ويقف عند موت ابن اخاب. وعرفنا انه السبب الارجح ليه هم اسموها بالطريقة دي، ده نهاية السفر الملوك الاول وبعدين بداية سفر الملوك الثاني اللي احنا هندرسه النهاردة، ليه تقريبا وقف عند المرحلة دي، لان دي كانت مرحلة جديدة في حياة الشعب. من اول الانقسام وهم كانوا اعداء، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، اسرائيل ويهوذا، كان في عداوة، لان طبعا دي مملكة منقسمة عندي، ويهوذا عايزة ترجعها، واسرائيل مش عايزة ترجع، عايزة تنفرد. وده كان سبب اساسي هم ليه عملوا عجلين في اسرائيل، عشان ما الناس ما تفكرش ترجع ليهوذا تاني ولا للهيكل. فكان في شد من اول اخاب، حصل صلح، حصل تغيير شوية في السياسة، وده ما كانش طبعا في صالح شعب ربنا اللي في مملكة يهوذا، هنعرف ليه النهاردة. فبعد الصلح ده، يعني أخاب يعتبر هو بسبب مظاهرته ليهوشافاط ملك يهوذا، حصل صلح، وينتهي سفر الملوك الأول بموت ابنه، ويبتدي سفر الملوك الثاني بعصر جديد من أول المصالحة دي، وبعدين يبان بعد كده تاني إزاي إن هم هيرجعوا أعداء، وبعدين يبان في سفر الملوك الثاني سبي مملكة الشمال الأول، وبعدين سبي مملكة الجنوب. فده كده التاريخ اللي بيغطيه السفرين، حوالي 400 وحاجة سنة التاريخ اللي بيغطيه السفرين. سفر الملوك الثاني بس بيغطي 291 سنة، بيغطي من أول التحالف ده، الفترة اللي كانت فيها التحالف ده، من أول بعد موت ابن أخاب الملك، ملك إسرائيل، لغاية إصحاح 17، بيقعد يحكي بشكل متوازي إيه اللي بيحصل في إسرائيل وإيه اللي بيحصل في يهوذا. يقول الملك ده، وأي أثناء الملك ده في يهوذا كان فيه كذا، وبعدين أثناء في إسرائيل كان فيه كذا، لغاية إصحاح 17. إصحاح 17 فيه السبي بتاع مملكة إسرائيل، فحتى إصحاح 17 نفسه كده حتى صياغته مختلفة عن بقية السفر، يبان كأنه إصحاح نبوي شوية في وسط السفر التاريخي ده، لأنه بيتكلم كده بشكل يقول آدي نتيجة الشر، إنها المملكة دي اتثبت، لأن كل ملوكها كانوا أشرار. وبعد إصحاح 17، من أول إصحاح 18، يبتدي من 18 ل 25 بقية السفر هي ملوك يهوذا بس، لأنه خلاص إسرائيل بتبقى انتهت تماما، مملكة الشمال بتبقى انتهت تماما، تكمل مملكة يهوذا وشوية الملوك الأخرانيين بقى، أو من أول يعني حسقية ملك كويس، وبعدين شوية ملوك ضعفة، وبعدين لغاية سبي يهوذا لما تيجي بابل وتسبي مملكة الجنوبية مملكة يهوذا. فدي الإصحاحات من 18 ل 25. ويكمل حادثة بسيطة بعد السبي بتاع بابل ليهوذا، يحط بس ايه حادثة صغيرة كده، هي خروج آخر ملك، أو يعني الملك اللي قبل الأخير من السجن في بابل، كان مسجون في بابل، الملك اللي قبل الأخير كان مسجون في بابل. بس هو مش بيختم بأحداث السبي بالظبط، بيكمل شوية لبعد السبي بس حوالي 26 سنة، عشان يقول الملك ده خرج، عشان يحط حاجة كده ايه بسيطة في آخر السفر، عايز يحط حتة رجاء كده في آخر السفر، لأن السفر كله بصراحة ضلمة، يعني حتة اللي هي الإشراق اللي فيه قليلة جدا، إنما معظمه هو عصيان وتمرد على ربنا، وبالتالي تسلط الأعداء على الشعب، وسبي فسبي وهكذا لغاية انتهاء المملكتين. طيب نبتدي نمشي واحدة واحدة. احنا عايزين نقول برضو حاجة قبل ما نخش في تفاصيل الأحداث قوي، انه هتشوفوا قد ايه السفرين ابتدوا بداية قوية
سفرين على بعض، ملوك اول وثاني، ابتدوا بدايه والنهايه كانت العكس تماما. البدايه كانت بدايه ملك من اقوى الملوك، سليمان الملك الحكيم احكم الملوك، والنهايه الشعب ضايع في السبي. البدايه كان فيها مملكه قويه، والنهايه مملكتين مسبيتين. البدايه كانت بناء الهيكل، والنهايه كانت خراب الهيكل. فرق شاسع ما بين بدايه السفر السفرين دول ونهايتهم. ده طبعا بيبين لنا حاجه واحده بس، ايه اثر الخطيه الرهيب اللي ممكن تعمله. سواء طبعا مش بنتكلم على الشعب، بنتكلم على كل نفس، لان زي ما احنا عارفين ان هدفنا من الدراسه هو نشوف التاثير ده علينا احنا، كل واحد فينا هو مملكه لربنا، فنشوف تاثير الشر قد ايه ممكن يخرب ويضيع ويسبي في ايد الشيطان. فالبدايه كانت ايه والنهايه كانت ايه، كانت حاجه صعبه جدا. طيب احنا النهارده هنحكي شويه، هناخد عشان يعني نتكلم بطريقه مختلفه شويه عن الطريقه اللي مكتوبه في السفر عشان نقدر نفهم الحكايه اكتر، هنحكيها بشكل حدوته كده. فبدل ما نمشي ملك ملك، حصل كده كده في ايام في اسرائيل، وبعدين حصل كده في يهوذا، دول اللي هم 17 اصحاح الاولانيين، هنحكي شويه ملوك شويه، وبعدين نرجع ننقل شويه من بتوع الجنوب عشان ناخد القصه على بعضها، نروح ونيجي مرتين كده ما بين الشمال وما بين الجنوب عشان نحكي القصه على بعضها. اول اصحاحات في الملوك الثاني بتبين رجل الله اللي جه بعد ايليا، اللي هو طبعا تلميذه اليشع، واللي كان طلبته من ربنا انه ياخد روحين من ايليا. ويبان قوي في الاصحاحات الاولانيه دي اللي هي من 1 ل 8 قد ايه انه طلبه ده فعلا اتحقق. ربنا بيبرهن فعلا ان طلبه ده اتحقق بكميه من المعجزات، وكانه ربنا عايز ياكد فعلا انه اخد روحين من ايليا. فاخد او ذكرت له 16 معجزه في الاصحاحات دي، ولو نلاحظ معجزات اللي اتذكرت لإيليا هنلاقيها 8. طبعا هي ممكن تكون ده عمل معجزات اكتر من كده وده عمل معجزات اكتر من كده، بس الكتاب عايز يثبت انه طلبته فعلا اتحققت، ان هو طلب روحين من إيليا، وفعلا اتذكرت له معجزات كثيره جدا. حد يفكرنا كده بشويه معجزات من اللي اتذكرت، عناوين بس، زي ايه معجزات لإيليشا؟ حد فاكر قراياتنا اللي قبل كده اي معجزه لإيليشا؟ كانت اول معجزه، خد التوب بتاع الرداء بتاع إيليا، حطه وشق النهر، او يعني مشي على النهر وعدى الناحيه الثانيه، عبر الاردن. ايه كمان؟ اول ميت اتنين الحقيقه، هو خلى الاول امراه عاقر تجي لها ابن، اللي هي كانت مرأة شونامية، وبعد كده لما مات ابنها موته، قصدي اقامه، وبعد كده كمان في عظامه كمان قومت ميت، يعني حتى بعد ما مات عظامه قومت ميت. حد فاكر تاني معجزات لإيليشا؟ انا بحكي باختصار عشان دي معجزات عارفينها. شفاء ابرص، نعمان السورياني شفى ابرص، والصق البرص ده بمين؟ بجحزي، تلميذه، واشبع مجموعه كبيره من الناس بخبزات قليله جدا، وخلى حديد يطفو على وش الميه. عمل معجزات الحقيقه عجيبه، ولما نيجي نوصل لاخر المحاضره النهارده ونشوف المسيح في السفر هنلاقي ان احنا شايفين المسيح قوي في شخصيه إيليشع، بالمعجزات وبالطريقه وبالنعمه اللي كانت يعني فايده في خدمته، ده هنوصلها في اخر المحاضره. فدي تعتبر شخصية من الشخصيات البارزة في السفر، في أول 8 إصحاحات من السفر. تعالوا نحكي بقى إيه اللي حصل في المملكتين، ناخد كده من أول السفر إيه اللي حصل في المملكتين. إحنا اتفقنا إن السفر اللي فات انتهى عند عصر أخاب، وعارفين إن أخاب كان من أشر ملوك المملكة الشمالية، مملكة إسرائيل، وإنه المشكلة الكبيرة اللي عملها أخاب لما اتجوز الأول بنت ملك صيدا، هي حضرتهم حضاره فينيقيه اللي هي ايزابل، عمل ايه؟ اكبر مصيبه، دخل ايه لعباده ايه؟ البعل. دخل عباده، كان اصلا عباده العجلين موجوده، كان في عجلين في المملكه عشان الناس ما ترجعش لاورشليم، وده من ايام يربعام ابن نباط، ودي الخطيه اللي كل حد بيعملها تنسب الى انه خلى الشعب يغلط، نفس الخطيه اللي خلى يربعام ابن نباط يخلي الشعب يغلط بيها، يعني نفس المشكلة أو الخطية دي. لكن بالإضافة للعجلين هو أدخل عبادة البعل، عبادة البعل اللي هي تبقى
آلهة معينة بأسماء معينة، وفي بعض الممارسات الرديئة جدا مع اللي هي مصاحبة للعبادات دي. فده كان بسبب إيزابل مراته الشريرة، وعمل المشكلة بتاعت ايه الحقل بتاع نابوتي اليزرعيلي واخده، وكانت في نبوة عليه انه هيموت هو وعيلته بسبب الحكاية دي، وده اللي احنا هنشوفه النهاردة. اول حاجة، هو لما مات اخاب هو كان ليه ابنين، كان ليه عنده واحد اسمه اخزية وكان عنده واحد اسمه يهورام. اخزية هو كان الكبير، هو اللي ملك الاول، وكان جاله مرض كده، وبدل ما يستشير، بدل ما يبعت للنبي او يطلب معونة ربنا، راح طلب معونة البعل. كان بعل اسمه بعل عقرون، فطلب منه. فطبعا إليشع بعت له ساعتها وقال له بسبب انك ما طلبتش ربنا هتموت، وفعلا مات، وقع من القوة ومات. وكان ملك ساعتها سنتين. ملك بعديه أخوه بقى يهورام، اللي هو يعتبر كان الأصغر، بس هو ملك بعديه. أثناء ملك يهورام دخل في حروب وكان بيفشل، بسبب إنه طبعا أولا بيتبع عبادة البعل بعيد عن ربنا برضو، فكان بيدخل في حروب ما كانش بينتصر. حاول إنه هو يتحالف مع ملك يهوذا في الوقت ده، اللي هو كان اسمه أخزية برضو. أنا عايزة أقف هنا وقفة بسيطة. إحنا بنسمع الأسماء بتتكرر أحيانا، بيحصل لبس. إحنا عندنا ملك في مملكة الشمال إسرائيل، اثنين أولاد أخاب، واحد اسمه أخزية وبعدين يهورام، تمام؟ نفس الاسمين بالضبط بيتكرروا تاني في مملكة يهوذا، بس بالعكس. يهورام اللي كان بيملك الأول هو ابن يهوشافاط الملك، وبعدين لما مات يهورام ملك ابنه، مش أخوه بقى، ابنه اللي كان اسمه أخزية برضو. فتقريبا في فترة مقاربة جدا يتكرروا نفس الاسمين، يهورام وأخزية، بس بالعكس. في مملكة الشمال كان أخزية الأول الأخ الكبير، وبعدين يهورام الأخ الثاني. لكن في مملكة يهوذا اللي حصل إن يهورام هو اللي ملك الأول، وده كان متجوز بنت إيزابل وأخاب، كان مراته اللي هي عسالية بنت إيزابل وأخاب، ودي هنجلها لما نروح نتكلم على مملكة يهوذا. وبعد كده لما مات، هو ما ملكش كتير، هو ملك 8 سنين ومات. لما مات ملك ابنه أخزية، وأخزية ده هو اللي كان راح يتحالف مع ملك يهورام ملك إسرائيل، اللي هو يعتبر في مقام خاله، أخو مامته، أخو عسالية مامته، تمام كده؟ يبقى في تشابه شوية في الأسماء، عشان كده الفترة دي شوية ممكن نبقى نقرأ هو ده عمل كده ولا ده اللي عمل كده، عشان الأسماء متكررة. فنشوف يهورام الملك بتاع الشمال، احنا لسه دلوقتي في حكاية الشمال، اللي هو ابن إيزابل، يهورام ملك الشمال، بعد موت أخوه، بعد ما تملك، بعد فترة بيخش في حروب بيفشل فيها، بيحاول يتحالف مع مملكة الجنوب تاني، اتحالف الأول مرة مع يهوشافاط قبل ما يهوشافاط نفسه يموت. وبعدين بعد فترة هو كان بيحاول يسترد رموت جلعاد اللي كان بابا مات وهو بيحاول يستردها ومعرفش، وبرضو ابنه ده يهورام ده معرفش يستردها. ففي الوقت ده ربنا بعت على ايد النبي إليشع، بعت نبي تاني يحط حد بقى لبيت أخاب، نهاية لبيت أخاب، ويرسم ملك تاني ويشيله كل عيلة أخاب دي. الملك التاني ده كان اسمه ياهو بن نمشي. فراح بعت إليشع واحد من الأنبياء، ويقال إن النبي ده هو كان يونان النبي، اللي هو واحد من تلامذته يعني، بعته عشان يرسم واحد اسمه ياهو بن نمشي ملك على إسرائيل، عشان ينهي على شر بيت أخاب. وفعلا ياهو ده، هو ياهو ده كان مشهور قوي بأنه شخص سريع جدا، فكان بيبان من على بعد لما يبقى هو فارس، فكان يبان من على بعد ان هو لو ده اللي ماشي ده يبقى ده اكيد ياهو، يعني السرعه بتاعته ده اكيد ده ياهو بنمشي. فجاء كان يهورام ساعتها خارج من الحرب مجروح في رموت جلعاد ده، وفي مكان قرب حقل نابوت اليزرعيلي. وهو في المكان ده جاله اللي هو ملك يهوذا اللي هو قريبه اخزيه ابن اخته، جاله عشان يطمن عليه. وهما الاثنين هناك، ياهو ده كان خلاص اخذ الامر من ربنا ورايح عشان يقضي على بيت اخاب. فراح له فعلا، بعت له الاول فارس، عمالين يشوفوا مين اللي جاي من بعيد ده، الرأي بيشوف من فوق مين اللي جاي من بعيد ده، يبعت له فارس. فياهو يقول له هتبقى معايا ولا
أنا الملك دلوقتي تبقى معايا ولا لا، ينضم له فارس تاني ينضم له. فالرأي فهم أولا من المشي كده إن ده ياهو، نزل له الملك يهورام قال له إيه خير الأخبار، قال له خلاص ربنا أمر بإنك مش تبقى الملك بعد كده. حاول يهرب معرفش، قتله، وبعد كده كمان قتل أخزية ملك يهوذا. يعني في اليوم ده يهورام ياهو قتل يهورام ملك إسرائيل، وقتل أخزية اللي هو أصلا جاي من يهوذا ملك يهوذا، فكده يبقى قتل. وبعدين كمان كمل على بقية نسل أخاب كله، فقتل كل نسل أخاب، وقتل كمان حتى إيزابل. راح لها طلعت له من الشباك كده وفاكره نفسها، يعني هي كانت جده ساعتها، فاكره نفسها يعني حلوه، قعدت تزين له عشان يعني يتغير من اللي هيعمله، لكن هو طبعا كان واخد امر من ربنا وامر الخصيان اللي جوه اللي في المكان انهم يرموها، ووقعت وماتت، وتنفذ حكم ربنا بالظبط على كل بيت اخاب، ومات كل نسل اخاب، وتملك ياهو بن نمشي. ياهو ده عمل حاجه كويسه، وان هو يعني قضى على عباده البعل، بس ساب العجلين، لان هي دي للاسف المشكله اللي كانت بيقع فيها كل ملوك اسرائيل، كل ملوك الشمال، يسيبوا العجلين دول علشان الناس تعبد عندهم. فهو قضى على عباده البعل وعمل حاجه كويسه، وعمل حتى يعني زي الاول تظاهر ان هو مع البعل، وعزم كل كهنه البعل، وبعدين قتلهم كلهم مره واحده، وبين ان هو هيمشي بطريقه مختلفه تماما عن بيت اخاب. وعشان كده ربنا اداله وعد انه هيبقى اولاده هيملكوا لمده 4 أجيال متتاليه، وفعلا كانوا 4 ملوك ملكوا من نسل ياهو. لكن المشكله الكبيره ان هم كلهم غلطوا نفس اللي هي خطيه يربوعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. والمملكة الشمال كلها هم كل اللي جم عليها 19 ملك خلصت بسرعة بسبب الحكاية دي، ان الاسرة كانت بتخلص تيجي اسرة تانية تقتلها وتاخد الحكم، واخر الملوك كانت الحكاية اسرع، يعني ملك واحد ولا اتنين يتقتلوا يخش في اللي وراه عيلة تانية بعديه، وهكذا لغاية السبي الاشوري. فياهو قعد اولاده يملكوا على اسرائيل، وكلهم اخطأوا نفس الخطية، وحتى كان واحد من ولاده كان اللي هو يربوعام الثاني من نسله، ثالث واحد تقريبا في نسله، كان في عصره كان ازدهار اقتصادي رهيب جدا. ربنا كان حاول اللي هو يعني يرجعهم بطريقه مختلفه، طب احنا بنحاول تتهزموا ما بترجعوش، طب حاول يعني خليكم عصر يعني كويس يمكن تفوقوا ترجعوا لربنا، اسندكم برضو ما فيش فايده، لا بالخراب نفع ولا بالمعونات او بان هو يخليهم عايشين في ازدهار نفع. لغايه ما جه الامر برضو بانتهاء العيله دي. قبل ما نكمل بقى اللي حصل في اسرائيل، نرجع نشوف في يهوذا. انا كده حكيت شويه في اسرائيل، نرجع نشوف في يهوذا في الوقت ده كان بيحصل ايه. اهم نقطه في هنبتدي من اول عساليا بقى اللي هي بنت ايزابل دي، لما دخلت مملكه يهوذا عملت ايه. هي اول حاجه اتجوزت يهورام ابن يهوشافاط زي ما اتفقنا، هي كانت مسيطره على جوزها جدا، وفي الغالب كانت اكبر منه في السن، فكانت فخلته يقتل كل اخواته، دي اول حاجه عشان الملك ما يروحش بعيد، فخلته اول حاجه قتل كل اخواته. ثانيا يهورام ده ربنا حاول يحذره كتير، برده كان بيخش في تحالفات ويخش في حروب يتهزم، ربنا عايز يفوقه بس ما فيش فايده. جاب له مرض وقال بعت له الاول نبوه ان هو هيمرض مرض رهيب في امعائه، ما سمعش الكلام، فضل تعبان من المرض ده لغايه ما امعائه كلها انسكبت ومات. يهورام ده ما اتدفنش في مقبره الملوك، اعتبروه نجس وربنا يعني غضب عليه بالمرض اللي جاله ده، فما اتدفنش في مقبره الملوك. وجه بعديه ابنه اخزية اللي ملك تقريبا كان لسه شاب صغير حوالي 22 سنه، وكانت برضو اللي مسيطره الام اللي هي مين؟ عساليا. خليته او يعني هي اتسببت في قتل كل نسل داوود، كل النسل الملكي، ما بقاش في حد خالص. وبعد كده بعدها بشويه اخزية ابنها ده، فاكرين لما قلت لكم كان بيزور في ملك يهورام المجروح واتقتل معاه على ايد ياهو؟ هو ده الشخص ده، راح مملكه اسرائيل عشان يشوف خياله اللي اتهزم في الحرب فمات معاه. فيبقى كده فضيت الدنيا، اللي ملكت في الوقت ده عساليا،
ملكت على يهوذا، وكانت طبعا مش عايزه ترجع الملك تاني لنسل داود، عشان كده قتلت كل نسل داود. فدي كانت تعتبر مرحله مظلمه جدا في تاريخ مملكه يهوذا، ودي النكبه اللي تسببت فيها التحالف اللي عمله يهوشافاط مع اخاب. النكبه دي خلت الملك يطلع من ايد ولاد داود، اللي هو كان حاجه متفق عليها في مملكه يهوذا، وتستولي عليه عسالية دي لمدة حوالي 6-7 سنين تقريبا. فدي قد كده كانت التحالف مع الشر ممكن يوقع في ايه، انه اي زي ما نقول ديلز يعني، او اتفاقات مع الشر ممكن توقع الانسان في ايه. مفيش يعني لا تعرجوا بين الفرقتين. دي الفترة المظلمة اللي عدت على مملكة يهوذا في النص كده. لكن ربنا طبعا ما يسمحش ده يحصل، وما يسمحش ان نسل داود ينتهي. فكان فاضل في كان من النسل ده من ولاد أخزية، جت عمته خبت طفل كده صغير رضيع اسمه يؤاش، وخدوه الهيكل، واللي رباه كان رئيس كهنة اسمه يهويداع. حافظ على الولد ده 6-7 سنين كده لغاية ما بقى عنده 7 سنين، وبعدين رتب بقى كل الترتيبات انه يرجع تاني الملك لنسل داود بالولد ده. طبعا ما خلاش التنصيب في القصر، لانه عسالية كانت في القصر، خلاها في الهيكل، ورتب كل الترتيبات انه تبقى فرقتين، جاب كل فرق اللويين اللي متشتتة، وخلى الولد يبقى هو الملك جوه الهيكل، وقتل عسالية دي ورجع الملك تاني لنسل داود، وعمل عمل عظيم جدا. والحقيقة يقاش فضل كويس طول ما الراجل ده عايش، يعني طول ما الكاهن ده اللي هو يهويداع رئيس الكهنة ده عايش، الملك كان كويس جدا يقاش، وطرد بقى وأنهى عبادة البعل، وحاول تجديد الهيكل، وجاب فضة كتير، وقعد يحاول يشجع الناس تتبرع، وفعلا الناس تبرعت كتير للهيكل وجددوه، وكانت عصر ازدهار يعني ازدهار روحي للمملكة. ولكن للأسف بعد ما مات رئيس الكهنة ده يهويداع، انحرف تماما يواش، ابتدى بقى يرجع تاني في عبادات غريبة، ويرفض ربنا ويرفض العبادة ووقف العبادة في الهيكل. فجاله بقى ابن يهويداع زكريا بينذر بالخطر بانه يعني تبعدتوا عن ربنا، وبخوا للأسف تطاول وقتل زكريا النبي. عشان كده بعض المفسرين والاباء يسموه نكر الجميل، يسموه نكر الجميل، لان هو يعني بعد الجميل اللي عمله معاه يهويداع رباه وكبره ورجع له الملك، بعدها قتل ابنه زكريا النبي. بعد اللي حصل ده يؤاش ما كملش كتير، دخل في حرب وبعد ما دخل في الحرب خسر، ربنا برضو حاول ينذره ويفوقه مفيش، لغاية ما جم بعض العبيد بتوعه وقتلوه انتقاما لزكريا النبي، وتملك واحد تاني مكانه اللي هو ابنه أمصية. أمصية ده كان الأول قتل العبيد اللي قتلوا أبوه، مرضيش يعني يعديها، قتل العبيد اللي قتلوا أبوه، وبعدين مشي الأول كويس مع ربنا. هتحصل بقى حاجة ان هو هنلاقي بعض الملوك اللي جايين يمشوا شوية كويس وبعدين يتراجعوا. أمصية سمع كلام ربنا في حاجة، كان الأول داخل حرب وقعد يجمع الناس، وبعدين راح استأجر بعض المحاربين المرتزقة من مملكة الشمال، فربنا بعت له على النبي على إيد النبي، قال له لا مش محتاج تعمل كده، هتغلب باللي عندك، ليه تاخد من بتوع إسرائيل الأشرار. فسمع الكلام مع إنه كان دفع لهم فلوس، فيعتبر ابتدى كويس، ابتدى يسمع كلام ربنا. لكن جه بعد شوية غلط نفس الخطية، خرب الدنيا وعبد الأوثان، فربنا يرفضه يتقتل، يجي مكانه ابنه برضو يمشي شوية كويس في الأول، وبعدين يجي ينحرف. انحراف ابنه كان مختلف شوية، يعني أمصية عبد الأوثان، ابنه انحرف بطريقة مختلفة بعد ما عمل كل ما يمكن عشان يعيد العبادة للهيكل، وعمل يعني شغل كويس جدا، جدد الهيكل، وكان مفروض انه شخصية كويسة، تكبر، قال اشمعنا الملوك الوثنيين بيبخروا لآلهتهم، ابخر انا كمان في الهيكل. الكهنة حاولوا يحذروه، حاولوا يخرجوه، ما فيش فايدة، اصر. في وقتها ضربوا البرص وهو جوه الهيكل، ربنا رد عليه في وقتها.
فطبعا اتطرد بقى ومشي. اقول لكم اسم الملك ده بسرعه، اسمه عزية الملك، اللي هو المفروض انه كان ملك كويس، لكن بسبب تكبره رفض من الملك برضه. قعد سنين ابرص ومعزول، وبعد ما مات اتدفن بره مقبره الملوك. كان في مقبره مخصوصه ملوك اللي هم نسل داوود، الملوك يتدفنوا فيها. لغايه دلوقتي عدى علينا اسمين اتدفنوا بره المملكه، فاكرين يهورام ابن يهوشافاط اللي مات بمرض، وده اللي مات ببرص اللي هو اسمه عزية. الاثنين اتدفنوا بره المقبره. والعجيب في الموضوع ان في واحد بقى اتدفن جوه المقبره، لا هو ملك ولا هو من نسل داوود. عارفين مين؟ خمنوا كده، جبنا سيرته واحنا بنتكلم دلوقتي. يهويدا الكاهن ده، يهويدا الكاهن ده بسبب عمله البطولي في انه حمى يؤاش الملك ورجع الملك تاني لنسل داوود، اتدفن جوه مقبره الملوك. اعتبروه انه هو السبب في عوده الملك لنسل داوود. يعني عايزه اقف اقول تعليق صغير جدا على الحكايه دي، انه ادي ملوك كان ليهم مجد وكرامه ضحوا بيها بسبب الشر، وما خدوش ابسط حاجه ان هم كملك يدفن مع الملوك. يهويدا بامانته وباصراره على انه يعني ينفذ المهمه اللي هو كان مكلف بيها على اكمل وجه، دخل ودفن جوه مملكه الملوك. وكان الاختيار كله في ايد الانسان، الاختيار كله في ايد الانسان، ان هو يختار الكرامه والمجد او الهوان، يختار الطريق بتاعه مع ربنا ولا مش مع ربنا. وبعد عزية ده اللي هو الملك المتكبر ده، يملك ابنه يسام. كده احنا حكينا شويه كتار، انتوا واخدين بالكم انتوا ماشيين معايا انا فين صح؟ يعني احنا حكينا شويه اللي حصل في مملكه الشمال، وبعدين شويه مجموعه اهي على بعضها من اللي حصلت في مملكه الجنوب. المفروض لما نيجي نقرا السفر بقى هيبقى السفر هيقول لنا اثناء ده كان بيحصل كذا، اثناء ده كان بيحصل كذا في الناحيه الثانيه. احنا المفروض نبقى فاهمين مقسمينها بقى خلاص، احنا عارفين الحدوته هنا على بعضها عامله ازاي والحدوته هنا على بعضها عامله ازاي. هرجع اشوف اللي حصل في الشمال. بعد الفتره اللي ملك فيها ياهو ونسله، حوالي اربع ملوك، حوالي 100 سنه من ملك الشمال دول، جو مجموعة ملوك ضعفة، وابتدت مملكة الشمال تخضع لأشور من عهد واحد اسمه منحيم. من عهد الملك ده ابتدت أشور تخضع مملكة الشمال وتدفعها الجزية. فكان القائد بتاعها اللي هو تغلس فلسر فرض الجزية على منحيم، ومنحيم دفع الجزية. جي منحيم، جي ابنه بعد كده كان اسمه فقحية، الاثنين دفعوا الجزية. طلع واحد من القواد قال ازاي احنا ندفع جزية الاشور، وراح قتل الملك. واخدين بالكم بقى حركات القتل والاغتيال هتبقى اسرع من اول المملكة. يعني كان في فترة كده اسرة اخاب كتيرة وبعدين انتهت، وبعدين اسرة ياهو اربعة وبعدين انتهوا. الفترة الجاية بقى ملك اثنين ويتقتلوا ويجي لوراهم، خلصت المملكة بسرعة. فمنحيم وبعدين ابنه فقحية اتقتل، جه واحد اسمه فقح ابن رماليا ده ملك، وكان عايز يعمل تحالف ضد أشور. هو ما عجبهوش ان احنا كمملكة نخضع وندفع الجزية لأشور، فحب يتحالف، فتحالف مع أرام، وكان عايز كمان يضم مملكة يهوذا ليه في التحالف ده. يعني يلا نرجع تاني بعد ما العداوه ابتدت ما بينهم، خلاص خلصت المصاهره اللي كانت موجوده. فبعد ما العداوه رجعت تاني كان عايز يرجع تاني ملك يهوذا معاه في تحالف ضد اشور، يبقى يعني يهوذا واسرائيل وارام احنا الثلاثه نتحالف ضد اشور. بس خطته دي ما نجحتش. اولا ملك يهوذا ما كانش اصلا عاقل الوقت ده، يعني كان الملك ساعتها اقول لكم اسمه، كان اسمه تقريبا احاز الملك، هتاكد لكم، بس ما وافقش على التحالف ده. فحاربوه او يعني الخصومه ابتدت بينهم برضو، والتحالف اللي حب يعمله فقح ابن رماليا ده ضد اشور ما نجحش. جه بعديه ملك تاني، لانه طبعا فقح ده ما كملش، اتقتل. وبعدين جه بعديه هقول لكم مين جه بعديه،
آخر ملوك آخر ملوك إسرائيل اللي هو هوشع. فكده هنشوف منحيم وبعدين ابنه اتقتل وجي فقح ابن رماليا اتقتل على ايد برضه تغلس فلسطر بتاع اشور. وبعدين هوشع قتله وبعدين هوشع جه وبرضه تمرد على اشور. وفي الاخر جه اخر ملوك الاشور لو شلمنقاصر الخامس وخد بقى مملكه اسرائيل وسباها كلها. تاني الحته دي عشان بلخبطها شويه. يبقى اخر ملوك ثلاث ملوك تقريبا كلهم حاولوا يتمردوا على اشور وفي الثلاث حالات ما نجحش التمرد وجت اشور واخدت المملكه في ثلاث مراحل. كل مره تحاول تخضع الملك ما يخضع في الاول يرجع يتمرد يحاول يتحالف مع ارام او مع مصر يفشل الموضوع ييجوا يخضعوهم تاني بالعافيه ويقتلوا الملك لغايه ما خلصت مملكه الشمال تماما على اخر ملوكها بقى اللي هو هوشع. وشلمنقاصر ملك اشور هو اللي جه واخد كل حاجه ودمر او يعني خد الناس من السامره وجاب ناس تانية تعيش في السامره. جاب ناس من بلاد مختلفه ومن جنسيات مختلفه والسامره بقت خليط جنسيات وعشان كده بعد كده بقوا مكروهين لليهود لانهم مش حاسين ان هم يهود انقياء يعني. فكانت ملخبطه بقى السامره في الوقت ده. فكده يبقى انتهت مملكه الشمال تماما. احنا كده في اصحاح تقريبا 17 من سفر الملوك الثاني. الحبه اللي فاضلين كلهم في مملكه يهوذا بقى. حبه اللي فاضلين في مملكه يهوذا لغايه ما تنتهي المملكه على ايد بابل. في الوقت ده اللي وقعت فيه يهوذا اللي وقعت فيه اسرائيل في ايد اشور كان الملك في بابل هو حزقيا الملك اللي هو من ابر واحسن ملوك مملكه يهوذا. كان من احسن الملوك عمل اعمال كتير جدا رجع العباده برضو وهدم السواري. هو الوحيد اللي خلى كل اي مرتفع في يهوذا عليه عباده وثنيه هدمها. يعني الملوك اللي قبليه كان في ملوك بعضهم صالحين بس ما كانوش بيهدموا المرتفعات كلها اللي انتشرت في يهوذا كمان مش بس في اسرائيل. فلكن حزقيا هدم كل السواري والمرتفعات وكان ملك بار وحصلت معاه معجزات كتير ابرزهم معجزتين كبار اللي هو الجيش اللي جاي يحاربه بعد سقوط السامره جاي جيش اشور يحاربه بقياده سنحريب وربنا ملاك الرب قتل في ليله واحده 185,000 من الجيش. دي معجزه حصلت مع حزقيا بسبب صلاته ودخل التهديدات كده اللي كانت جايه له قدام ربنا في الهيكل وربنا استجاب وخلصه. معجزه ثانيه انه كان مرض وجاله نبوه من اشعيا ان هو هيموت ولكن بصلاته ربنا مد في عمره 15 سنه. فكان حد بار جدا مع ان ابوه كان شرير. احاز الملك كان شرير ابوه وابنه برضو كان شرير اللي هو منسى اللي هو اشر ملوك الجنوب. وكاننا نرجع نقول برضو الاختيار في وسط ال 12 تلميذ كان في تلميذ خاين كان في يهوذا. في وسط السبع شمامسه كان في مهرطق كان في واحد منهم كان اللي هو ابيكور او اللي هو ابتدع بدعه الابيكوريون ده كان مهرطق. فالاختيار كله للانسان مش بس بالوسط اللي هو فيه يعني ممكن البيئه اللي هو فيه تساعده بس هو لو مش من جواه جوه قلبه في نقاوه وعلاقه حقيقيه بربنا ما مهما كانت البيئه اللي حواليه بتساعدني مش هتنفع. فادي حزقيا كان بار ابوه كان شرير ابنه كان شرير جدا ولكن ابنه منسى جه في اخر ايامه وتاب عشان كده بيسموه التايب. فجه في اخر ايامه وتاب. الصلاه بتاعته اللي هي الصلاه اللي بتبين توبته عمق توبته دي لان هو كانت سبب في اخر ايامه موجوده في الاسفار القرنيه الثانيه. حابين تقروها هي سفر لوحدها كده صغير في الاسفار القرنيه الثانيه. بعد ما نسى جه بعديه ابنه وكان شرير اللي هو امون وبعد كده جه واحد صالح اللي هو يوشيا الملك. يوشيا كان كويس وفعلا عمل اصلاحات بس في الوقت ده كانت ابتدت تظهر مملكه بقى بابل في التاريخ. مملكه بابل من ناحيه ومصر كقوه عظمى من ناحيه ومملكه يهوذا في النص اتفرمت. اللي هو دول بيحاربوا دول عايزين ده عايز يقضي على قوة ده ومملكة يهوذا في النص. فاتقتل في معركة ما بين الاثنين ما بين بابل وما بين مصر. تمام. جه بعد كده بقى بعديه مجموعة ملوك اللي هم أربع ملوك أضعف وأشر
ملوك جم على يهوذا بداية من يهوآحاز. احنا كان لسه دكتور عوف بيقولنا ان هم اخر اربعة دول كانوا ملوك يسموهم ملوك الاشرار، لان هم كانوا اربعة واشرار، محدش فيهم فكر يتوب ولا يطلب ربنا ولا يسمع لتحذيرات الانبياء اللي كانت بتتكشف في الوقت ده. ارميا النبي كان في الوقت ده، وتقريبا ده الوقت اللي اتكتبت فيه تقريبا الاسفار. فيبتدي الموضوع بايه؟ بانه يجي الملك يحب يتحالف مع بابل يتقتل من مصر، يحب يتحالف مع مصر يضيع مع، وهكذا. يعني ما كانش مملكة يهوذا كانت ضعيفة جدا في الوقت ده، نقطة في النص ما بين مملكتين. فيجي يهوآحاز ده حب ان هو يتحالف، حب يتحالف مع مصر. ف نتأكد شوية، حب يتحالف مع بابل فقتلوا ملك مصر. يهوآحاز هو اللي اتحالف مع بابل علشان هو ايه؟ شايف بابل يعني بقت قوة عظمى، فحب يتحالف معاها قتلوا ملك مصر. جه بعديه العكس، يهوياقيم. يهوياقيم حب يتحالف مع مصر، الصورة العكسية هي بانت، حب يتحالف مع مصر. جت بابل حاربت مصر وغلبتها وقتلته. فشايفين الحكاية بقت مملكة يهوذا في النص مش عارفة تعمل حاجة، قوتين عظمتين جنبيها من ناحية دي ومن ناحية دي. وبعد كده في الفترة اللي اتقتل فيها يهوياقيم ده ملك بابل، سبى أول مجموعة من شعب يهوذا لبابل اللي كان من ضمنها دانيال والثلاث فتية. يبقى ده كده السبي الأول لبابل، سبت على ثلاث مراحل. وأشور برضو لما سبت السامرة سبتها على ثلاث مراحل تقريبا. فده السبي الأول. بعد كده حطوا ملك عشان يدفع الجزية اللي هو يهوياكين. بعدها بشوية اتمرد، جم قتلوه او خدوه معاهم في السبي وسابوا 10,000 تاني من الشعب، وسجنوا الملك ده يهوياكين ده في بابل، وحطوا الملك صدقية. صدقية دفع الجزية في الاول بعدين اتمرد، فجم بقى قتلوه وخربوا المدينة كلها. فدي كده اخر اربعة، يهوآحاز، يهوياقيم، يهوياكين، صدقية الملك. اربع ملوك، اضعف ملوك واشر ملوك، او يعني بيسموهم الملوك الاشرار، في اخر مرحلة من مرحلة من مراحل المملكة، مملكة بابل، وانتهت مملكة يهوذا، وانتهت بسبي كل حاجة لبابل وتهديم اورشليم وصرها وخراب ودمار الهيكل، وانتهت تماما. ده كان سنة 586 قبل الميلاد. السفر ما بينتهيش عند التاريخ ده 586 قبل الميلاد، ينتهي بعدها بشوية 560 قبل الميلاد، بعد 26 سنة، عشان يقول لنا بس الملك يهوياكين ده اللي هو القبل الأخير خرج من الحبس في بابل، عشان يدي نقطة رجاء كده في آخر السفر، بأن هو أنه بعد كل اللي حصل ده أنه لسه في رجاء، أنه لسه في من نسل داود ملك عايش. هو طبعا مش يهوياكين مش مهم في القصة، بس اللي عايزين يقولوا إيه؟ انه لا، نسل داود مش هينتهي، انه في جاي بقى ملك الملوك من نسل داود اللي هو المسيح، اللي في هو ده في كل الرجاء، هو ده اللي هيرجع المجد تاني لشعبه. طيب ده كده تقريبا نظرة عامة على السفر. احنا كده حكينا الحكاية باختصار من اول البداية السفر في عهد اخاب لغاية شفنا مرحلة السبي بتاعت اشور اصحاح 17، وبعدين مملكة يهوذا اللي كملت شوية بسبب الملوك الابرار اللي فيها، طول ربنا طول في عمرها 136 سنة بعدها، واتثبت سنة 586. 722 سبي اشور لاسرائيل، 586 قبل الميلاد سبي بابل ليهوذا. تعالوا بقى نشوف المحاور الرئيسية زي ما ابونا معودنا في السفر. لو قلنا الكلمة المحورية في السفر طبعا هي كلمة السبي، يعني الـ الهدف كله انه قد ايه كان السبي نتيجة طبيعية للشر، للشر والبعد عن ربنا ونسيانه، فطبيعي ان ربنا يشيل ايده يشيل نعمته، فيحصل بقى السبي بالطريقة اللي شفناها سواء للمملكة دي او المملكة دي. الآية المحورية اقراها مع بعض، بتقول وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعام التي عمل لم يحيدوا عنها، حتى نحى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلم عن
يد جميع عبيده الأنبياء، فسبي إسرائيل من أرضه إلى أشور إلى هذا اليوم. والآية الثانية اللي بتقول: فقال الرب إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي كما نزعت إسرائيل، وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. الاثنين نفس المرتبطين بالمحور الأساسي أو الكلمة المحورية اللي هي السبي، اللي هي السبي نتيجة الخطية، نتيجة البعد عن ربنا. فدي تعتبر آيتين محوريتين في إصحاح 17 اللي هو حصل فيه أو بان فيه سبي نهائي لأشور، من أشور لبابل. الإصحاح المحوري هو 25، لأن هو ده اللي تم فيه السبي تماما. آخر إصحاحات سفر الملوك الثاني هو ده الإصحاح المحوري، كل الموضوع كل المحاور حوالين السبي، الكلمة الرئيسية والآية المحورية والإصحاح المحوري اللي اترفضت فيه المدينة اللي هي تعتبر يعني مدينة الله أورشليم، اترفضت واتثبت بسبب الخطية والبعد عن ربنا. لو جينا نشوف المسيح في سفر الملوك الثاني، احنا عارفين ان ايليا في سفر الملوك الاول هو اللي كان الشخصية البارزة، ودايما نشوفه في انه كأنه يوحنا المعمدان بتاع العهد القديم، واللي جه بعديه زي ما جه بعد يوحنا المعمدان سيد المسيح. فنشوف كأن إليشع بالنعمة وبالخدمة العظيمة اللي قدمها وبالمعجزات وبمواجهته للملوك كان كأنه هو المسيح، كان نشوف المسيح فيه في كتير من المعجزات اللي هو تممها، اللي طبعا هي كانت ليها سيطرة على حاجات كتير زي ما شفنا كده. المسيح سيطر على المرض وعلى الطبيعة وعلى الموت والحياة، تقريبا نفس الأدوات دي اللي هي النعمة دي بنشوفها في معجزات إليشع. ده كده تقريبا ملخص لسفر الملوك الثاني. لو حد طبعا عنده تعليق أو سؤال أو يحب يضيف لنا إضافة، لأنه السفر يعني صعب شوية وأحداثه كتير، أو اللي عنده أي تأمل يا ريت يشاركنا بيه. أنا عارفة إن المحاضرة كانت تقيلة شوية، كلها تاريخ وكلها لخبطة، بس في أحداث ممكن نتكلم فيها، يعني في أي تعليق في أي مرحلة. طيب، من ربنا المجد الدائم الأبد أمين. تفضل نصلي. بسم الله والابن والابن والروح القدس الاله واحد امين. يا رب نحمدك ونشكرك على هذه الكلمات يا رب اللي بتعلنها لينا. انت جعلتنا ملوك وكهنه، انت اعطيتنا الامانه، انت اعطيتنا روحك القدوس يا رب عشان تصنع مننا ملوك يعرف اسمك وتسكن في داخلنا بروحك القدوس، ولا تنزع روحك القدوس منا كما صرخ داود: روحك القدوس لا تنزعه منا. ادينا يا رب ان احنا نكرمك، ادينا ان احنا نشيل الوصية داخل قلوبنا تحرك عقولنا وافكارنا ونياتنا. بارك يا رب الكلمة والمتكلمة، بارك يا رب كنيستك، بارك يا رب شعبك، املأ يا رب كل البركة لهذه الخدمة، بارك هذا الاجتماع يا رب والمسؤولين عنه واللي بيتكلموا فيه، بارك أبونا في غيابه وفي حضوره، اسمعنا واستجب لينا بشفاعة أمنا العذراء وجميع مصاف قدسيك عندما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.